ارجع لهي. بس نحن مو ساكتين له يا ابو حمدي. لك شو ناويين نساوي؟ رح نجمع عليه اكبر عدد مرجال ونفوت عليه فوته وحده. بدكم تفوتوا على الحاره؟ بعد اذنك يا ابو حمدي. ما علي شي يفوتوا، بس بدي اكل هالمره تحسبوها منيحه. لا تاكل هم ابو حمدي، رح نحسبها. وانت يا ابو حديد ما عرفت تدافع عن حالك؟ سيدي هن كانوا اكثر منا، الله وكيلا. هذا مو عذر. حلو الدبور يعلم على شاوربكم واحد واحد. شواربنا رح ترجع مثل ما كانت يا ابو حمدي. شلون بدها ترجع اذا الدبور ناتش اللحم مع الشوارب؟ طول بالك علينا، نحن بدنا نقيم راسه عن جسمه لسه. لك انا مو مشان شيء، مشان كرامتكم ترجعوا قدام الناس اقل شيء. تركونا انا وابو ماضي لحالنا. ايه امرك سيدنا. امرك سيدي امرك. شرف مر لي يا ابو حمدي. بدي اعرف ليش الدبور هجم عليكم. صراحه صراحه. ايه الصراحه الصراحه. لاني جوزت اختي لابو حديد. ليش هو؟ ايه هو طلبها مني اكثر من مره وانا ما رضيت اعطيها، ولعته من بيتي هو وابو نيزه. ليش ما رضيت تعطيها؟ احكي لي صدقها. بالاول ما كنت بعرف عنه شيء، يعني لا بعرف لا اصله ولا فصله، خفت يكون ولد جايب الحرام لا سمح الله. ايه وبعدين؟ عبين لما عرفت انه هو من عيلة كبيرة وعنده مال واراضي كتيرة تراجعت عن كلامي، بس رد رجعت قلت لا لما عرفت شلون حالقين له شواربه عنكم بالحارة. هلا عجبتني يا ابو ماضي. انا ما بعطي اختي لواحد مبهدل بحارته. اي والله لا يحكوا فيها لسابع ولد يا ابو حمدي. هلا في شي بينه وبين اختك لا سمح الله؟ انت شو عم تحكي يا ابو حمدي؟ شو عم تحكي؟ هلا لا تضوج، انا عم بحكي بيني وبينك. هو في شي بيناته. اختك كانت تحبه مو هيك؟ ايه هو كان يحاكيها مع الاصوات تبعنا، بس انا عملت لها قتلي حشك ولبك كسرتها فيها تكسير. بس خلص ما بقيت بدي اعرف اكثر من هيك. الكلام اللي انحكى هلا حيضل بيناتنا وراح نطمره بأرضه. ماشي يا ابو حمدي. حضروا لنا الغدا يا ولاد. عيش جيبي السكينه جوا. يلا اختي يلا. ليه عم يزلغطوا؟ ليش ما دريتي وثيقه؟ بشو بدي ادري؟ امي جاي تخطبك لاخي حمدي. نجمت دخيل المستحي انا دخيله. وفيقة وين هربت؟ الله يوفقك سلكتلك خشبية. ايه تقبر قلبي الهي شو بحبها والله والله. مو مصدقتها امتى تجي لعندي وتزين لي بيتي. لك من تمك لباب السما. يلا عقبال ما تفرحوا فيني وتحققي لي ببالي يا رب. ان شاء الله يا رب. روحوا جيبوا لنا سكينة اللي نذبحها بطيخا بالريقنا. يلا امرني سيدي. بدي كلفك بشغلي ابو حديد. انا بخدامتك سيدي. من بكره بتيجي بتاخذ 5 ذهبات من ابو العاص وتوصل له لابو راضي. بلا منقودية يا سيدي. مين ابو راضي؟ ابو العاص رح يفهمك. هذا ابو راضي شريك معلمي بمحصول هالسنه، ومعلمي بده يعطيه حسابه لانه المحصول انباع وخلاص، من كل بد يوم الجمعه لازم يعطيه حسابه. على نافوخ يا سيدي. شلون بدي اعطيك الذهبات؟ سيدي اجي لعندك على الحاره اخذهم. لا 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 انا بكره ببعث لك اجير الحمام لعندك. وين لعندي سيدي؟ لهون. ولا الا روح انت لعند ابو ماضي وانا بجي لهنيك لعندكم بعطيك الذهبات. من بكير بتجي لعند ابو العاص في شويه اغراض بتاخذهم معك لعند ابو راضي. انا بامرك سيدي بامرك. ابو العاص مور معلم. قل له على الطريق. تؤمر معلم تؤمر. ان شاء الله ما يكون الطريق بعيد. لك قد ما كان بعيد خليك عم تسمع كلمه معلمي ابو حمدي. اي والله بكره ليصير معك ليرات ما بتاكلها النيران. لا تقول دخيلكم ما عاد بدي مصاري. لك ما عاد بدي مصاري. غرد يا حمام الدوح. غرد يا حمام يا حمام. وابو حمدي بيحب كل شغله على المستور. اوعك يا ابو حديد اوعك حدا يعرف شي عن شغله لانه بينقرق من الحساد. اعوذ بالله. شو عم تحكي ابو العاص؟ ديبك انا. ايوه هيك بدي اياك ابو حديد.